Hmm. اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خلق الخلق بقدرته. واتقن كل شيء بحكمته ارسل المرسلين مبشرين ومنذرين ونصب الاولياء حفظه للدين وصلى الله على الدليل اليه في الليل الاليل والماسك من أسبابه بحبل الشرف الأطول والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحالي فيها في الزمن الأول وأصلي وأسلم على حفظة الدين واولياء رب العالمين اله الطيبين الطاهرين قال رسول الله صلى الله عليه واله لو كان العقل رجلا لكان الحسن وقال امير المؤمنين علي صلوات الله عليه مخاطبا ولده الحسن الصبط بني وجدتك بعضي بل وجدتك كلي حتى لو ان شيئا اصابك اصابني ولو ان الموت اتاك اتاني فعناني من امرك ما عناني وقال سيدنا ومولانا الحسن السبت صلوات الله عليه من عرف الله فقد احبه وانما يحجب المؤمن عن ربه غفلته فاذا تذكر حزن على ذلك صدق الله ورسوله واهل بيت رسوله ونحن على ذلك من الشاهدين وافلح من صلى على المصطفى محمد واله الطاهرين من دواعي شكر النعم العظيمة، ومن دواعي الفخر والسرور والجذل، بل من دواعي الطمأنينة، أن الله عز وجل أنعم عليك وعلي وأمثالنا وأننا يستكن في قلب كل منا الاعتقاد بالله وبنبيه وأنبيائه، والاعتقاد بأوليائه؛ آخذين بشرعتهم، متمسكين بعروتهم، وانها نعمه لا يبلغ ثناءها العاملون ولا يبلغ شكرها الشاكرون بل اننا عاجزون عن بلوغ معشار ما انعم الله عز وجل به علينا وكان في جملة تلك الثلة المؤمنة المعصومة الطاهرة المظلومة إمامنا وسيدنا الحسن صلوات الله عليه إذ نعته جده النبي صلى الله عليه وآله بنعت عظيم فوصفه بكلمة هي من جوامع الكلم. وبخطاب هو فصل الخطاب دون إسهاب وإطناب. فقال: لو كان العقل رجلا لكان الحسن. هذه رائعة من رائعات رسول الله صلى الله عليه وآله. وكعاده النبي عليه واله السلام اذا تحدث لا يتحدث الا برائعات تسهم في بناء وتربيه ورقي وتسهم فيما يدعو البابنا وتفكرنا وتدبرنا ان نلحظ تلك المعاني بزاوية كما يريدها رسول الله صلى الله عليه واله فأقول اذ اقف عند هذه الكلمه العصماء الصادره عن مقام الرساله والنبوه اذ يقول لو كان العقل رجلا لكان الحسن ما هو تعريف العقل عندهم صلوات الله عليهم وليس تعريف العقل عندنا تعريف العقل عندهم اذا احطنا به خبرا ولو بجمله يعتدل على البابنا اذ نقف عند ذلك سنلاحظ شيئا من بصيص ذلك النور الشعشعاني العظيم الذي اثنى به على شخص امامنا الحسن السبط صلوات الله عليه وعليهم اجمعين قال النبي عليه واله السلام في بعض ما عرف به العقل التفتوا إلى هذه الكلمة النوراء العصماء قال إن الله خلق العقل وجعله مائة جزء فوهب سائر الخلق جزءا واحدا ووهبنا تسعا وتسعين جزءا ونشاطر الخلق فيما آتاهم الله عز وجل الباري عز وجل وهب العالم كله ملائكته والجن والإنس وسائر العقلاء وهبهم جزءا واحدا ثم قال في محصل كلامه: وان الله وهبنا المئة جزء كلا لا بعضا. هذا كلام عظيم ومما لا تسعه هذه الثواني بل الدقائق التي نحن فيها ولا يسعه لا ساعه ولا اثنان ولا مجلد ولا نظائره اطلاقا ولكنه قليل من كثير في الواقع النبي صلى الله عليه واله اعلم وانك على خبر كان يكلم الناس بقدر عقولهم اذ قال انا معاشر الانبياء امرنا ان نكلم الناس على قدر عقولهم وقال الامام الصادق عليه السلام قال ان النبي عليه واله السلام ما كلم الناس بقدر عقله قط كان يكلمهم على قدر عقولهم يعني على قدر ما وهبهم الله عز وجل هذا العقل بهذا المقدار العظيم الكريم به الانسان يكون كاملا وبه الانسان يكون قريبا وبه الانسان يكون ويكون ويكون قد حظي بذلك الكمال الممكن كيف اذا كان هذا العقل كل عندهم صلوات الله عليهم واعلم ان هذا العقل لا يخطئ ابدا العقل الذي لديك العقل الذي لدي العقل الذي لدى غيرنا لا يخطئ ابدا العقل معصوم وان الله عصمه من الزلل الا ان الذي يخطئ العاقل وليس العقل الذي يحمل العقل هو الذي يخطئ العقل لا يخطئ كيف شهواته لذائذه من اتخذ الهه هواه من انحرفت قدمه من زلت قدمه بعد ثبوتها من اغرته الدنيا من من كان الى غير ذلك يخطئ اما العقل لا يخطئ عزة الانسان بنفسه تحول بينه وبين عقله شهواته تحول بينه وبين عقله قال الامام الحسن صلوات الله عليه بينكم وبين الموعظة عزة النفس نحن نرفض الموعظه اقول نحن بالكلمه التي تشير الاعم الاغلب الناس اكثرهم يرفضون الموعظه لا يحب احدنا ان يخاطب بانه مخطئ ولا ينتظر احدنا ان يوعظه اخر بانه عصى لانه يحسب في ذلك تزول عزة نفسه فتاخذه العزة بالاثم الذي يحول بين الانسان وعقله وموعظته عزة نفسه العقل بما هو لا يخطئ وإنما غير العقل عندما يشوش على عقله يقع في الخطأ، قالوا للإمام الحسن صلوات الله عليه قالوا له من شر الناس؟ قال من كان يظن أنه خيرهم يجد انه افضل الناس يجد في نفسه وانه احسن الناس هذا شر الناس ليش؟ لان هذا القدر من الكرامه لا يعرفه الا الله ولا يقراه الا الله ولا يلحظه الا خالق هذا الانسان لا استطيع ان اجد نفسي افضل منك، ولا تستطيع ان تجد نفسك افضل مني، بل الذي يعرف ذلك الله عز وجل فقط، وفي هذا قال الامام الحسن صلوات الله عليه: اذا وجدت من ينافسك في دينك فنافسه. وإذا وجدت من ينافسك في دنياك فألقها في نحره. التنافس في الدين مطلوب. التنافس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نافسني في ديني وأنافسك في دينك. التنافس اطلب لك الخير لكني اسعى ان ادخل قبلك الى الجنه تطلب لي الخير ولكنك تسعى ان تدخل قبلي الجنه وترجوها لي وارجوها لك التنافس في الدين امر مطلوب وامر محمود العقبه تلاحظ كيف ولذلك من يظن نفسه انه خير الناس فقد اخطا هذا قرار لم يكن من وحي العقل وانما هذا قرار كان من عزه النفس التي من المفترض ان تاخذها صفه الذل الى الله وليست العزه التي تاخذه الى الاثم والعصيان والتجاوز على حدود شرعها القرآن وحامله وحافظه منهم صلوات الله عليهم. ارجع لاقول النبي صلى الله عليه واله اذ عرف العقل العقل كله لديهم هذا العقل الذي تحدث عنه لو كان العقل رجلا لكان الحسن هذا الذي تحدث عنه رسول الله بالذات اللي الله جعله مئة جزء وهب سائر الخلق الملائكة البشر الجن سائر العقلاء من أحطنا بهم خبرا ومن لم نحط بهم خبرا هذا جزء واحد اللي جعل الإنسان يصل الى افضل الكمالات في حدود هذا الجزء، اللي يلاحظ تاريخ العقلاء وتاريخ العباقره والمفكرين، تاريخ اهل هذا التخصص سيجد الكثير، ذلك ليس حكرا عليهم وممنوعا عليك. اي ممكن استطاع الانسان ان يصل اليه تستطيع انت ان تصل اليه. واي غاية استطاع الانسان الاخر ان يصل اليها انت تستطيع ان تصل اليها كذلك الذي يريد ان يكون عظيما من عظماء الدنيا يستطيع ان يجعل لنفسه اسما في ذلك التاريخ ومن كان يابى ذلك لا يدخل ذلك السجل كل انسان يستطيع ان يكون عظيما من عظماء التاريخ ولا يثني عزيمته سوى شهوات ولذائذ نفسه الانسان اذا ترك الدنيا وانتمى الى الله الذي يعرف الله يحب الله والذي يعرف الدنيا يزهد في الدنيا واذا رفض على حسب معرفته ذلك استطاع ان يكون عظيما على الإنسان أن يترك المراهقات. على الإنسان أن يترك قرارات اللذائذ والشهوات. على الإنسان أن يبتعد عن الأوهام. على الإنسان أن يؤمن بالحقيقة. على الإنسان أن يتشبث بالله. على الإنسان أن يأخذ قراره من عقله. على الإنسان أن يشحذ طاقاته. على الإنسان أن يكون يومه أفضل من أمسه يستطيع أن يكون عظيما. ليس هناك عزيمة تشل إطلاقا. يرفع يده الإنسان يطلب المدد من الله قوِّ على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك ودوام الاتصال بخدمتك خلاص حتى أسرح إليك في ميادين إلى آخر الدعاء إذا هذا الدعاء صدر من قلبه وصدر بقرار وصدر بجدية لأن لا بد أن يستعين بالله عز وجل يستطيع أن يكون أفضل شخص على وجه الأرض وسيترك تاريخاً وعندما نسوق هذا الكلام اذ نقول ان يكون الانسان عظيما من عظماء الدنيا مو معنى ذلك ان يجمع ثراء الدنيا لا مو معنى ذلك ان يحتوي الدنيا لا الدنيا تضحك علينا ونحن نؤمن بها الدنيا تسخر منا ونحن نجعل انفسنا لا ندري. يقول الامام الحسن عليه السلام مخاطبا الشبيبه: قال معاشر الشباب اطلبوا الاخره فوالله راينا اقواما طلبوا الاخره فحظوا بالاخره والدنيا ووالله ما راينا اقواما طلبوا الدنيا وحظوا بالاخره ابدا. قل له اطلب الاخره تذلل لك كل المصاعب، القوي القدير العاقل ذو لا يعترف بالضعف ولا يعترف بالجبن ولا يعترف بالعثرات ولا يعترف بالفشل يشحذ طاقاته لان الله وفر له كل شيء وفر له إدراك يسع العالم وفر له عاقل استطاع أن يصل به إلى السماء كما وصل به إلى أعمق نقطة في الأرض وفر له عدسة داخل دماغه استطاع أن يرقى بالحضارة إلى ما وصلت إليه وفر له كل شيء جعل السمع والأبصار والأفئدة وجعل العقل والقلب وجعل له اختيار ووفر له قدره وطاقه مكناه ان لا تشل العزيمه وان يتحرك وان لا يضعف وان يقرر وان يجرؤ على ان يذهب الى الحق ويدرا الباطل ليس هناك عذر العذر هو لا عذر ماذا كانوا يقولون بل ماذا يقولون هم امام الله عز وجل لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب ال... هذا عذر مقبول عند الله لو كنا نسمع او نعقل لا لا هو عنده عقل وعنده سمع هذا العذر يبرر موقفه امام الله الجواب كلا واخر يعتذر عندما يلقى اليه العتاب بل الحساب ماذا يقولون هؤلاء شغلتنا اموالنا واهلونا ليش بس انت عندك اموال واهلون الذين وصلوا عندهم اموال وعندهم اهلون لما لم تشغلهم لما شغلتكم انتم ولم تشغل هؤلاء هذا عذر مقبول يقبله الله سبحانه وتعالى كل الاعذار لابد ان تكون مرفوضه. في عالم الاعذار وعالم التبريرات وعالم الاسباب علينا نحن ان نرفض كل هذه المصنفات الثلاث او الضروب الثلاث لا نقبل عذرا في انفسنا ولا نقبل سببا نفسر به ضعفنا. ولا نبرر اخطاءنا ابدا هذا امر غير محمود العقبه ابدا اطلاقا الانسان يتمكن والانسان يستطيع والانسان قادر بمجرد ان يقول انا لا استطيع يصير ما يستطيع بمجرد ان يقول لا اقدر يصير ما يقدر يقول اقدر يستطيع يقول انا عندي قوه واقوى يصير قوي الله عز وجل برمج الانسان هكذا كل المواقف عند الانسان لديه حل لكن عندما تهتف نفسه ويصغي اليها وقع ولكن عندما يهتف عقله يصغي اليه لا جاء رجل من الشام تربيه معاويه مضلل ولديه ظلماء بثت سمومها أفواه بني أمية في مساجدهم وعلى منابرهم وراحوا يصبغون وجوه أهل البيت بلون غير اللون الذي جعلهم الله به وفيه وعبؤوه بما عبؤوه وصار قلبه وصارت نفسه ملأ بالحقد والضغينة والبغضاء وراح يسافر من الشام متوجها نحو المدينه لكي يجاهد في سبيل الله، ماذا يريد ان يصنع؟ ان يشتم الامام الحسن عليه السلام. وصل الى المدينه وثيابه مغبره، وصل ظامئا جائعا يتلفت يمينا وشمالا وكان وصوله اثناء ارتفاع النهار وصار ينادي اين ابن ابي تراب؟ لكنه ينادي بنبره تعلوها صفه الحقد وتستبطنها البغضاء والكره والعدوانيه اين ابن ابي تراب؟ الامام الحسن عليه السلام عندما يسمع صوت واحد يناديه يمضي اليه مسارعا ما يتوانى ابدا راح الامام الحسن الامام الحسن يسعى في قضاء حوائج الناس مضى مسارعا هذا الذي ينادي لعلّه يستغيث لعلّه طالب حاجه والامام كان ينافس غيره ان يكون اول من ينفذ هذا الصوت وهذه الاستغاثه وصل جاء الامام الحسن بذلك الطول الشامخ وبهذه الهيبه الرائعه وبسؤدد كانه سؤدد جده وبهيبه هي هيبه ابيه وبمحتوى يحمل فيه كمالات امه وبتلك الصفه التي فيها وجه كل نبي من الانبياء وقف قباله عينيه وقال انا ابن ابي تراب انا من تنادي انت ابن ابي تراب قال انا الذي تناديه فنزل على الإمام سبا وشتما وكلاما استحى ذلك الراوي أن ينقل سياقاته إلينا، ما ذكر ماذا تحدث، الإمام الحسن قوي شجاع الإمام الحسن صلوات الله عليه قدرة طاقاته تتفجر بالثواني واللحظات. كان بإمكانه بوكزة من قبضة كفه ينهي الموقف تماما. بإمكانه ان يرد الاعتبار بصرخة فضلا عن ضرب. ينتهي كل شيء. الإمام أطرق برأسه وكظم غيظه. وحلم على ذلك الغضب الذي كان في نفسه وغضبه كان لله إلى أن بحى صوت ذلك المجيب أنت تصور هذا الموقف إن شاء الله ما يصير وياك لكن أنت تصور هذا الموقف تجده في شخص يمشي بالشارع مؤدب حباب مؤمن ما مسوي له مشكلة ولا مرتكب غلط يجي واحد يقف امامه وهالشخص هذا الى اعتبار والى نفوذ الى قاعده يستطيع ان ياخذ حقه بكل يسر وسهوله ويجي واحد يقف امامه ويسمع اذنيه كلاما ليس مؤدبا شنو يسوي؟ شنو تكون ردود افعاله؟ صعب واحد ترى يتحمل اكو دماء راحت بسبب كلمه اكو ناس ماتت وانقتلت بسبب هالكلمه شايف المشاكل اللي يصير بالشارع شايف المشاهد اللي احنا نشوفها على مواقع التواصل والاخبار واللي نشوفها بام العين العراق والجدال والدماء والكذا والمشاكل اللي ما تنتهي وكل يوم يحدثونا عن جلسة عشائرية صارت هنا وهناك اللي هي عبارة عن دماء إثر كلمة من هنا وهناك لم يتواضع أحدهما حتى يحل المشكلة تحولت إلى دماء صار قتل صار انتهاك صار صار صار, صار إلى ما لا يحمد عقباه صعوب الإنسان عندما يوصل إلى هالموقف هذا معناها تتفجر عند الطاقة السبوعية الطاقة السبوعية ما معناها؟ الطاقة السبوعية معناها يستذئب إلى هذه الدرجة لاحظ كيف تفت الإمام الحسن عليه السلام ووجهه لم تبدو عليه أية صفة صفة حقد مو ثوب الإمام أو صفة بغض تضار إلى أن كمل مو حتى الإمام يأنس بها الكلام لا ما هذا الكلام قال له: أيها الشاتم من أين أنت؟ قال: أنا من الشام. قال: شنشنة أعرفها من أخزم. يريد يقول له: أنت تربية معاوية. قال: أتعرف من أنا؟ قال: ألست أنت ابن أبي تراب؟ قال: نعم لكن تعرف من أنا؟ قال: ومن أنت؟ قال رايك في ماذا قال ان تنقل قدمك الى داري ولماذا تريد ان تاخذني الى دارك قال لكي اكرمك انا من اهل بيت ان كنت مسكينا اويناك وان كنت جائعا اشبعناك وان كنت لاجئا اويناك وان كنت فقيرا اغنيناك وان كنت وان كنت وان كنت الرجل فتح عينيه لم يصدق ما راى راى واقع حال يا ايها الشاتم لو انك نقلت قدمك الى داري لاريتك زغب جناح جبرائيل عند مهدي اذ كان يهزه بكلتا يديه قال له انت هذا ردك قال له ما عندي رد غير ذلك قال او اعقل ما اراه قال هذا هو انا جاء الى الامام الحسن عليه السلام وحث التراب على راسه واستغفر ربه وصار من شيعة امامنا الحسن صلوات الله عليه واستطاع الامام الحسن بهذا الموقف ذي الميزان الثقيل ان يحتوي هذه المشكله بيسر وسهوله اثر ملكات الخلق والاستقامه التي لديه. سلام عليك سيدي. ابا محمد الحسن يوم ولدته ويوم خرجت من الدنيا مسموما شهيدا. ويوم تبعث حيا شفيعا صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك صلى الله عليك وعلى الأئمة من ذرية أخيك الصبط الحسين صلاة ترضيك وترضيهم وصلى الله عليك عددا لا يحصيه إلا الله سائلا وراجيا من ربي سبحانه وتعالى أن يبعث إلى قلوبنا تلك الطمأنينة وأن لا ينزع عن أفئدتنا حب محمد وآل محمد